طيب، ومن جولتنا في أخبار النادي الأهلي إلى جولتنا في عالم الصحافة الرياضية سواء المحلية أو العربية أو الأوروبية، أكيد مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي. مريم، صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما انت قلت يا كريم، جولة جديدة في أهم وأجدد الأخبار الرياضية في الصحف من موقع جريدة الشروق. البداية من موقع الشروق: رسميا حجازي ينضم لاتحاد جدة السعودي. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي. طبعا يعني ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقد النادي مع طبعا مدافع ويست بروميتش الإنجليزي. عايزين نقول كمان ان حجازي من المقرر ان يصل الى جدة خلال الايام القليلة المقبلة، ده طبعا علشان يشارك مع الفريق في التدريبات وينتظم معهم في تدريبات الفريق الجمعية، استعدادا كمان للمشاركة في ديربي جدة واللي هيقام من خلاله مباراة ما بين نادي اتحاد جدة السعودي واهلي جدة يوم السبت المقبل ان شاء الله. عايزين نقول كمان ان ذكر موقع الشروق ان حجازي لم يشارك كثيرا مؤخرا مع ويست بروميتش الانجليزي منذ عودة الفريق مطلع الموسم الجاري في الدوري الانجليزي الممتاز، وده اللي خلاه يفكر في خوض تجربة جديدة في صفوف الدوري السعودي. من موقع سوبر كورة: طبيب منتخب الشباب يجهز الكشف الطبي الشامل للاعبين استعدادا للتصفيات. يجهز وليد منظور طبيب منتخب الشباب تحت 20 سنة ترتيب الكشف الطبي الشامل الإجباري ل 27 لاعب استعدادا، ده طبعا النهاردة الاثنين وغدا الثلاثاء، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا 2021. كما قرر الجهاز الطبي للفراعنة الصغار عودة زياد فرج لاعب النادي المصري للتدريبات الجماعية عقب ودية أسوان التي أقيمت أمس وانتهاء علاجه مع الدكتور صلاح عاشور والتي استمرت لمدة 10 أيام. عايزين نقول أو ذكرت كمان موقع سوبر كورة أنه بيستعد منتخب الشباب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا موريتانيا مارس 2021 في 9 نوفمبر المقبل بمشاركة تونس وليبيا والجزائر والمغرب. من موقع اليوم السابع: النصر السعودي يفسخ عقد أحمد موسى قبل دقائق من نهاية الميركاتو. فجر النصر السعودي يعني مفاجأة من العيار الثقيل قبل دقائق قليلة جدا من انتهاء موسم الانتقالات الصيفية من خلال استبعاد النجم النيجيري أحمد موسى من قائمة الفريق في الموسم الحالي وفضلوا عليه لاعب الوسط البرازيلي باتروس. طبعا أعلن النصر السعودي من خلال حسابه الرسمي على تويتر فسخ التعاقد مع النيجيري أحمد موسى قائلا: شكرا لكل ما قدمته مع ناديك النصر. أحمد موسى عايزين نقول أو يعني موقع سوبر كورة قال أنه هو انضم لصفوف النصر السعودي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وطبعا يعني قدم مع النادي العالمي 57 مباراة حقق فيهم 11 هدف، ولكن للأسف بعد انضمامه للنصر السعودي يعني لم يظهر بالشكل اللائق أو اللي كانوا منتظرين منه الجمهور، وده اللي عرضوا لانتقادات جماهيرية كبيرة جدا، يمكن دي اللي أدت لفسخ التعاقد مع النجم النيجيري. عندنا من موقع يلا كورة: إيطاليا بتلغي قرارها بحضور الجماهير للملاعب بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا. قررت الحكومة الإيطالية إلغاء القرار اللي اتخذته الشهر الماضي بخصوص حضور الجمهور مرة تانية طبعا للفعاليات الرياضية في إيطاليا، وكانت اتخذت القرار الشهر الماضي أنه يكون في حضور بحد أقصى 1000 متفرج للفعاليات الرياضية. عايزين نقول
كمان ان قدم رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي المرسوم الوزاري واللي بيدخل حيز التنفيذ بدءا من النهارده الاثنين حتى 24 من شهر نوفمبر المقبل. طبعا تسعى ايطاليا خاصه ان هي تحتوي او تسيطر على الامور في ايطاليا على الجائحه الثانيه من فيروس كورونا، خاصه ان مؤخرا ظهر 20,000 اصابه جديده. المرسوم نص على ان يعني الرياضات الاحترافيه فقط واللي بتقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الإيطالية والفعاليات الدولية يمكنها الاستمرار خلف الأبواب المغلقة وداخل المنشآت أو في الأماكن المفتوحة دون متفرجين.